بنظرك ما مدى تأثير التوعية والإرشاد التي وجهتموها خلال فترة الإعداد للحج والعمرة، وأيضا خلال فترة الحج والعمرة للحجاج اليمنيين؟ حقيقة أخي الكريم، واجهنا إشكالية كبيرة جدا، وكان هناك تخوف كبير جدا من الإضرار بحجاج اليمن من قبل للأسف من دخلوا على أساس أنهم حجاج وهم من الحوثيين، بالتنسيق مع جهات معادية للمملكة للإضرار بحجاج بيت الله. إلا هناك كانت توعية من قبل لجنة التوعية في بعثة الحج اليمنية بالتنسيق مع الدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية لتوعية الحجاج بخطورة هذا الفكر ورفع شعارات سياسية أو طائفية، وكان هناك توعية للحجاج بضرورة التفرغ الكامل التام لأداء مناسك الحج نعم، بعيدا عن الأفكار الحزبية والطائفية والتي تضر بأمن وسلامة الحجاج، وتضر أيضا بهذه الشعيرة وهذه العبادة وهذا الركن الخامس من أركان الإسلام. وكان الحمد لله يعني حجاج اليمن على وعي كبير جدا، ولذلك يعني لم يحصل من هذه المخططات وتم إفسادها بفضل الله سبحانه وتعالى. التزم اليمنيون جميعا بهذه الدعوة. نعم، بفضل الله سبحانه وتعالى الحجاج اليمن كانوا عونا لبعثة الحج اليمنية في القضاء على هذه الأفكار الضالة الطائفية وهذه الشعارات السياسية والصرخات التي أتى بها الميليشيات الانقلابية الحوثية للإضرار بحجاج اليمن وحجاج المسلمين، وأيضا بالتنسيق مع الإخوة في وزارة الحج والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية نعم بتوعية الحجاج نعم في عدم الدخول في السياسة والاستعارات الطائفية. وكان لقيادة الوزارة وقطاع الحج والعمرة وبعثة الحج اليمنية دور كبير جدا في هذه التوعية وإفساد هذه الشعارات.